السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. سلام. المشي خير وبركة. أنا أمشي مع لاعبين وأمشي مع أمراء ووزراء، اليوم أمشي مع رجل جليل فاضل ما شاء الله عليك. وكما يقولون أول مرة يلتقي الشمس والقمر. الشمس والقمر. هنيئا لك شيخ عادل. سلام. أول شيء قل لي علاقتك في المشي، وأنت قدوة لما يجينا الشباب. والله شوف أنا يعني جاني زي ما يجي الناس السعوديين الكثيرين اللي هو يسمونه السكر. بسم الله عليك. ايه، وصرت بعدها حرصت صراحة على المشي. أول كنت كسول. طيب قرار اتخذت وانت تمشي؟ ما هوجس دائما. ما تراجع القرآن؟ ما تراجع جزء عمه؟ إلا ولله الحمد نراجع القرآن في المشي. يا سلام. طيب أنت عرف عنك الإنصاف، هل ترى اللي تعرض له الهلال بإخراجه من البطولة بسبب اللاعبين اللي كان السبب؟ هو ذاك شوي مما يعني مما أذاق الناس. يعني قصدك كانوا يظلمون الناس فذاق يعني ما وما ظلمناهم ولكن طيب هل تتوقع طال عمرك انه النصر يحقق آسيا ان شاء الله؟ والله النصر عالمي يحققها ولا ما حققها خلاص. هو عالمي يا الله. طيب والدوري الجاي، انا سمعت بقوله قل لي صح ولا خطا انه العشر سنين الجايه كلها صفراء للنصر بطولات. الله كريم وما ادرك الله بعزيز. اوه الله كريم. والله بس والله قويه على ان الهلال يذوقون بعض ما اذاقوه الناس. والله هذا اللي انا اشوفه يعني ويمكن اكون غلطان لكن هذا اللي انا اشوفه. طيب انت محبوب يا شيخ عادل، ليه ما امشي معك كل اسبوع تسمح لي؟ ابشر. اكيد والله حتى لو انا حليق. حليق لا الدين مهم بالله. يا سلام عليك والله انك مكسب يا شيخ عادل. لكن ليست ليس تعرف انا احبك، وامي الله يرحمها كانت تحبك وتدعي لك. امك اسوي راحت كده. لا بس بدعي لك الله يعافيك. شكرا يا شيخ عادل، الله يكثر خيرك. شكرا للشيخ عادل الكلباني مرتين، الأولى على قبول دعوة البرنامج والثانية على كل ما تفضل به من إثارة خلوني أسميها في هذا المحتوى. دكتور أنت متفق معه على استشهاده بظلم الهلال وأنه يعني يذوق ما أذاقه للناس؟ شوف خلينا أول شيء نتكلم عن ظاهرة الشيخ عادل. طيب. أنا أعتقد أنه الشيخ عادل يعتبر ظاهرة في السعودية. إيه؟ بصفة أنه رجل ما شاء الله قارئ للقرآن، صاحب صوت عذب، قاد المسلمين في الحرم، إمامة الحرم فترة من الفترات، رجل سمح، أخلاقه جميلة، يتعارك مع الناس في تويتر، يرد عليهم. يعني واحد مرة قال له أظنه قال له جاكيتك أو أنه مدري أبو كلب، قال ما يشرفني أكون ابنك أبو كلب يعني. أيوة. أيضا الشيخ عادل عرف عنه السماحة والطيبة، حتى أنه كان كلامه حاد لكن الناس تحبه. أنا بيني وبينه مودة كثيرة، لكن أول مرة التقي بيني وبينه مراسلات، فقلت له شيخ عادل أنا ودي أسلم عليك و أشرب شاهي عندك وإذا عندك سلف. قال لي الله حيك أنا في المسجد، جيت صليت مع المغرب بعدين دخلت مع المختصر، جاب لي قلت له أنا ما أبغى سلف أنا أبغاك في المشي. قال لي والله تامر أمر نطلع. إلا طلعنا في عيال سياطين صغار صوروا الكلام وسربوه جزء من الكلام. ما أتفق معه ولا أختلف، لكن حنا يا أبو يحيى في هذا المنبر وصراحة قنوات روتانا تتيح الأصوات للجميع. يعني إحنا مثلا اتهمت أنا كم مرة أني أطبل الهلال، قلت ليتني أعرف أطبل. الآن إحنا جبنا الشيخ والآن مهددين يرفعون عليه قضية بعض جماهير الهلال، نعطي الناس فرصة. هو قال أنه هذا خلوا وجهة نظر، يعني هو ما اتهم أحد ولا شيء. فنحن نقول خل الناس تسولف وخل الناس في الأخير الملعب واللي يحكم 90 دقيقة ترى هي اللي تحكم، والله لا هذا ولا هذا. بس أنا في وجهة نظري لا، بس أنت تتفق مع فكرة أنه يعني الهلال ظلم ومن أجل ذلك ظلم؟ لا لا لا، أنا أقول لك أن اللي حصل للهلال موضوع خارج عن إرادته، ليس بإفراط منه ولا استهتار. هذا كورونا عطل العالم كله وعطل الهلال. أنا كنت أتمنى من الاتحاد الآسيوي أنه ينظر له بعين العطفية، أنه بزيادة لاعبين يا تأجيل البطولة لين يتعافون، لكن إرادة الله. خلنا نقول أنك تختلف مع رأي الدكتور. أيوة أختلف، بس أنا أشيله فوق كتفي عشان يقول رأيه، وأنا سمحت له. أنت تعرف كنا نقدر أنا وأنت المنتج المقطع، لكن لا يست من أخلاقي ولا أخلاقكم ولا أخلاق روتانا. طيب. حطينا الكلام زي ما قالوا. فيما يخص النصر، فيما يخص النصر ساعتي صفر اليوم. أنا أقول ونبارك لهم بصراحة، نبارك لهم. وأنا قلت تصريح زعلوا عليه الهلاليين، وأنا والله لا أحب النصر ولا أحب الهلال، أحترمه وأنا اتحادي. أقول العشر سنين القادمة يعني معالمها أصفر وأزرق.